بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الموديل اللي عندي قدامنا Muscles of Human Leg Lower Limb، سهل بإذن الله. نبدو بالرقم واحد. الأرقام أول شيء، أول عضلة تقابلك من فوق حتجيك جهة البلبس، رقم واحد عضلة اسمها Iliacus Muscle. رقم واحد Iliacus Muscle، عندي رقم واحد Iliacus Muscle. رقم اثنين العضلة بجنبها طول اسمها سوس ميجر مصل، الكبيرة سوس ميجر. رقم اثنين سوس ميجر مصل. رقم ثلاثة العضلة اللي جاية من هنا من التالي اسمها تنسر فاشيالاتا مصل، تنسر فاشيالاتا مصل. رقم ثلاثة. رقم أربعة إليو تيبيال تراكت، رقم أربعة Iliotibial tract، أربعة Iliotibial tract. رقم خمسة عضلة كبيرة من جهة من جهة gluteal region اسمها gluteus maximus muscle. رقم خمسة gluteus maximus muscle كلها. تنحي gluteus maximus muscle هتجيك تحتها gluteus medius muscle. رقم ستة gluteus medius muscle اللي هي بجنب تنسر فاشيالات المصل. رقم ستة gluteus medius muscle. أول ما تنحي gluteus medius هتلقى تحت المصل رقم سبعة اللي هو gluteus minimus muscle، gluteus minimus muscle. رقم سبعة gluteus minimus muscle. رقم ثمانية عضلة من جهة البلفس اسمها obturator internus. رقم ثمانية obturator internus muscle، obturator internus muscle. رقم تسعة piriform muscle جهة البلفس لكن جهة posterior، هتلقوا عضلة اسمها piriform muscle مثلثة. عضلة رقم تسعة piriform muscle. رقم عشرة gemellus superior مصل، رقم عشرة gemellus superior مصل. رقم احداش gemellus inferior مصل، gemellus inferior مصل. ومن بيناتهم التندن بتاع مصل اللي هي obturator internus. رقم عشرة superior gemellus superior، احداش gemellus inferior. رقم اتناش عضلة اسمها quadratus femoris muscle، 12 quadratus femoris muscle. توا بنخشوا في العضلات بتاع التاي. أول عضلة هناخدوها بالنسبة للتاي اسمها sartorius muscle، رقم 13، رقم 13 sartorius muscle. هذه كلها عضلة هي sartorius muscle، سارتوريوس مصل. نحو السارتوريوس مصل هتلقى رقم 14 اللي هو جراديت اللي هو ريكتوس فيمورس مصل، عضلة ريكتوس فيمورس مصل. رقم 14 ريكتوس فيمورس مصل. رقم 15 ثلاث عضلات، خمس بالنسبة لعضلات همان ثلاث عضلات سهلات. بالنسبة لرقم 15 هي vastus medialis muscle، vastus medialis muscle. رقم 15. 16 vastus intermedius muscle. رقم 17 vastus lateralis muscle. 15 vastus medialis، 16 vastus intermedialis، 17 vastus lateralis muscle. رقم 18 عضلة اسمها البكتينيوس مصل، عضلة البكتينيوس مصل رقم 18 هي حجي من التالي شوي. رقم 18 عضلة اسمها البكتينيوس مصل. رقم 19 عضلة جهة الميديال اسبكت اسمها الدكتور لونجوس مصل، الدكتور لونجوس مصل. او تنحل الدكتور لونجوس مصل
هتلقى تحتها رقم 21 الدكتور مينيموس مصر، دكتور بريفس مصر، دكتور بريفس مصر. رقم 20 جراسيرس، رقم 20 جراسيرس مصر، رقم 20 جراسيرس مصر. رقم 21 الدكتور بريفس مصر، دكتور بريفس مصر. رقم 22 الدكتور ماغنوس مصر، دكتور ماغنوس مصر. هذه كرة الدكتور ماغنوس، ونعمل تالي حتى هي قاعد فيها جهة الهامسترينج بورشن تبان، وهذه كلها الدكتور ماغنوس مصر، دكتور ماغنوس مصر. رقم 23 اسمه anterior medial intermuscular septum، anterior medial intermuscular septum. رقم 23 anterior medial intermuscular septum. رقم 24 اسمها الدكتور هياتوس، هذه رقم 24 الدكتور هياتوس بتاع الدكتور ماغنوس، الدكتور هياتوس. رقم 25 لونج هيد اوف بايسبس، بالنسبه تو احنا البوستيريور اسبيكت عندنا اللي هما عضل، هما مجموعه عضلات تكون البوستيريور اسبيكت، رقم 25 اللي هو لونج هيد اوف بايسبس، لونج هيد اوف بايسبس حيجي جهة اللاتر، لونج هيد اوف بايسبس. وبعدين اول ما تنحي لونج هيد اوف بايسبس هتلقى تحتها الشورت هيد اوف بايسبس، 26 شورت هيد اوف بايسبس. بالنسبة لجهة الميديال اللي هو عضلتين سيمي، رقم 27، رقم 27 سيمي تندينوسس مصل، 27 هي من فوق، وتحتها سيمي ممبرينوسس مصل، 28 سيمي ممبرينوسس مصل. أول ما تشوفه من تحتها هتلقى رقم 27 سيمي تندينوسس مصل، رقم 28 سيمي ممبرينوسس مصل. وهكذا تمنا جزئية بتاع التايب بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اولا اخذنا الجزئية متاع التاي، ثم بناخذ الجزئية متاع الليك. وقفنا عند رقم 28، ثم بناخذ 29. اول عضلة تقابلك في الانتيريور اسبكت او الانتيريور في البداية عندك ايش؟ رقم 29 تيبيالس انتيريور مصل، تيبيالس انتيريور مصل، هذه تيبيالس انتيريور مصل. 30 عندنا رقم 30 اكستنسور ديجيتورم لونجوس مصل، رقم 30 اكستنسور ديجيتورم لونجوس مصل. الاكستنسور ديجيتورم لونجوس مصل لو تتبعوا التندر متاعها هتلقوا التندر متاعها من قدام هنايا، فهي اللي هما هما حدير اكستنشن بالنسبة للدوز، عندي اكستنسور اسمها اكس، عضله اسمها رقم 30 اكستنسور ديجيتورم لونجوس مصل. بما ان في اكستنسور ديجيتورم لونجوس حتكون في اكستنسور ديجيتورم بريفس، حتكون في جهه الفوت. لكن رقم 31 رقم 30 اكستنسور ديجيتورم لونجوس، رقم 31 اكستنسور هالشوس لونجوس، حتجي تحته حتلقى ايش؟ اكستنسور هالشوس لونجوس. نتبعوا التندر متاعها هنلقوه، لو تشوف التندر متاعها وكملوه هيك يمشي، بما انه هالشوس حيمشي للبيك تو، هذا التندر متاعها اكستنسور هالشوس لونجوس. جاي من التالي
اكستنسر معلش اسلونجس 31. رقم 32 بالنسبة لرقم 31 ورقم بالنسبة لرقم 32 و33 سهلات. بالنسبة لرقم 32 برينيس لونجوس برينيس لونجوس مصل برينيس لونجوس بريفس برينيس لونجوس مصل برينيس بريفس مصل برينيس لونجوس برينيس بريفس والوحدات اللي جايات بجهة اللاترال اسبكت بالنسبة للليج. 32 برينيس لونجوس رقم 33 برينيس بريفس مصل. بالنسبة لجهة البوستيريور عندنا أول عضلة حتقابلك من فوق اللي اسمها جاستروجنيموس مصل. جاستروجنيموس مصل عندها تو هيدز، عندها اللاترال هيد. اللاترال هيد حيكون حيجي في جهة الليتر تو أو الليتر تو أو الديجيتي مينيمي. بالنسبة اللاترال هيد رقم 35 اسمها اللاترال هيد اوف جاستروجنيموس مصل 35. بالنسبة جهة الميديال وما في البيج تو، جهة البيج تو هنا حيكون فيها ايش؟ الميديال هيد اوف جاستروجنيموس مصل حتلقى رقم 34. 34 ميديال هيد اوف جاستروجنيموس، 35 اللاترال هيد اوف جاستروجنيموس. بالنسبة كنا جابولك العضلة بروحها حتلقى اللاترال هيد أكبر من الميديال هيد بالنسبة للعضلة. 34 الميديال هيد في جاستروكنيموس واللاترال هيد في جاستروكنيموس 35. 36 رقم 36 اللاترال هيد في جاستروكنيموس. بالنسبة لرقم 36 في عضلة حتى هي تشارك هنا بجزء من اللاترال اسمها بلانتارس مصل، عضلة صغيرة جدا أغلبيتها تندن. رقم 37 رقم تلقاها ايش؟ 36 بلانتارس مصل، 36 بلانتارس مصل. رقم 37 أول ما تلقوا الجاستروجنيموس من فوق هتنحوها حتلقوا عضلة مفلطحة كبيرة رقم 37 اسمها سوليوس مصل. 37 سوليوس مصل. رقم 38 بالنسبة للجاستروجنيموس والسوليس مصل عندهم تندن، أكبر تندن تقريبا اسمه تندن أخيلس أو تندن كالكينيوس. رقم 38 كالكينيال تندن، 38 كالكينيال تندن. 39 عندك عضلة اسمها بوبليتيوس مصل، 39 عضلة على بوبليتيوس فوسا تشارك من جهة الانفيرير اسبكت تلقاها من التالي رقم 39 بوبليتيوس مصل. هي العضلة هيك زي المثلث 39 بوبليتيوس مصل تمام. رقم 40 فليكسر ديجيتورم لونجوس مصل، فليكسر ديجيتورم. اي حاجة بالنسبة للديب ستراكشر، بالنسبة للديب العضلات الديب جهة البوستيريور حتكون كلها ايش؟ فليكسر، ومن قدام حتكون كلها ايش؟ اكستنسر. بالنسبة للتالي عندك اكستنسور، اكستنسور ديجيتورم لونجوس، اكستنسور رقم 40 اكستنسور ديجيتورم لونجوس. رقم 41 فليكسور هاليشوس لونجوس، رقم 41 هاي فليكسور هاليشوس لونجوس. كيف نتبعوهم توا؟ عندك رقم 40 اللي هو ايش؟ اللي هو ايش؟ فليكسور ديجيتورم لونجوس حدير ايش؟ فليكشن للتوز للديجيتس اللي هم التوز، حتتبع التندر متاعها وحتلقاه يكمل هنا يلتالي بكون حتلقاه ايش؟ فليكسور ديجيتورم اهما اللي جاي من برا اسمه اكستنسور، هذا التندر متاع فليكسور ديجيتورم لونجس. بالنسبة رقم بالنسبة لفليكسور هاليشوس لونجس، الفليكسور هاليشوس لونجس حتتبع من هنا لأن التندن مش باين هنا، حيكون للهالشس اللي هو ايش؟ البيك تو. هذه فليكسور ديجيتورم لونجوس وهذه فليكسور هالشس لونجوس رقم 41. رقم 42 عندك عضلة اسمها تيبياليس بوستيريور،
رقم 42 عندك عضلة اسمها تيبياليس بوستيريو، هي من التالي، في تيبياليس انتيريور هي اللي قلناها الكبيرة، في ايش تيبياليس بوستيريو، رقم 42 تيبياليس بوستيريو. رقم 43 تو بخشوا في الفوت، بالنسبة رقم 43 تو بنبدأ نخش في الفوت. رقم 43 اللي هو ايش؟ البلانتر ابنيروسس، هو الازرق شوية اسمها بلانتر ابنيروسس، رقم 43 بلانتر ابنيروسس. رقم 44 الدكت ابدكتور، ابدكتور حالشس مصل، عضلة الابعاد ابدكتور اللي هي رقم 44 ابدكتور حالشس، بما ان هي جهة الميديال حتكون حالشس يعني جهة البيكتو حتبعد البيكتو، اسمها ايش؟ ابدكتور حالشس لونجوس. في عضلة ثانية اسمها ايش؟ ابدكتور اللي هي رقم هذا 44 بالنسبة رقم 45 العضلة اسمها فليكسر ديجيتورم بريفس، رقم 45 فليكسر ديجيتورم بريفس، واللي قلنا احنا مبكري رقم 40 اللي هو ايش؟ فليكسر ديجيتورم لونجوس، هذه ايش؟ فليكسر ديجيتورم بريفس رقم 45، فليكسر ديجيتورم بريفس. رقم 46 ابدكتور عضلة ابعاد ابدكتور ديجيتو ابدكتور ديجيتي مينيمي للصبع او للتو الصغير، ديجيت مينيمي. 46 ادكتور ابدكتور ديجيتي مينيمي، حتقلب هذا حتلقى في رقم 47 عضلة ثانية مثال هنا، رقم 47 فليكسر هالشوس بريفس، فليكسر هالشوس بريفس. لو تتبع خطوط الفايبرز متاعها حتلقاها ماشية للهالشوس بيكتو، اسمها فليكسر هالشوس بريفس، واللي قلنا احنا بكر اللي هي هذه فليكسر هالشوس لونجوس، هذه فليكسر هالشوس لونجوس ومتاعها فليكسر هالشوس بريفس. رقم 47 عضلة شوية مش باينة هنا، رقم 47 تبع الفايبرز متاعها تلقاها ماشية للهالشوس، وبما انها جهتها هنا بجهة الصول حتلقاها ديفليكشن، فاسمها فليكسر هالشوس بريفس، فليكسر هالشوس بريفس. عندك بالنسبة في عضلة عندها تو هيدز اسمها ادكتور هالشوس لونج، ادكتور هالشوس مصل، ادكتور يعني الادكشن، ادكشن يعني تضم. بالنسبة عندها تو هيدز، عندها ترانسفيرز هيد وعندها اوبليك هيد، 48 رقم 48 اوبليك هيد اوف ادكتور هالشوس مصل، اوبليك هيد اوف ادكتور هالشوس، 49 ترانسفيرز هيد اوف ادكتور هالشوس، 49 ترانسفيرز هيد اوف ادكتور هالشوس. رقم 50 اللي هي رقم 50 الفليكسر ديجيتي مينيمي بريفس، فليكسر ديجيتي مينيمي بريفس، بما ان هي فليكسر وديجيتي مينيمي حتكون جهه اللاترال اسبيكت ورقمها حيكون 50، رقم 50 فليكسر ديجيتي مينيمي بريفس، عضله مش باينه تقريبا حاجه بسيطه بس، هي رقم 50 فليكسر ديجيتي مينيمي بريفس. في عضله ثانيه اسمها كواتريترس بلانتاي مصل، رقم 51 كواتريترس بلانتاي مصل، عضلة مربعة كواتريترس بلانتاي مصل، هي مقصوصة عضلة فتبان هنا أكثر يعني يمكن، اللي هي من الجهة هي كواتريترس بلانتاي مصل، هذا مش حتبان هيك، كواتريترس بلانتاي مصل. رقم 52 عضلة اسمها ايش؟ اللامبريكال مصل، اللامبريكال مصل رقم 52 لامبريكال مصل، 52 لامبريكال مصل، 52. رقم 53 بلانتر انتر اوشيوس مصل، تلقى من تاني هذا هنا انتر اوشيوس يعني فوق العظام ما بين العظام، بالنسبة 53 بلانتر انتر اوشيوس مصل، 53
مش اسمص. 54 بالنسبة لعضلات ال 54 حتكون اسمها ايش؟ extensor digitorum brevis. 54 extensor digitorum brevis. 54 extensor digitorum brevis. هتشوف لو تتبع الفايبر متاعها هتلقاهم فايبرز ماشيين كلهم ايش للتوز، حتدير اكستنشن اي حاجه بالنسبه للانتيريور اسبكت او في الدورسال اوف فوت حتدير ايش اكستنشن. 54 ونحن اكستنسر ديجيتورم بريفس. 55 اكستنسر هاليشز بريفس. اكستنسر هاليشز 55 للهاليشز يعني ماشيين للبيكتو جهه الميديال اسبكت هتكون ايش اكستنسر هاليشز بريفس. extensor hallucis brevis رقم 55. رقم 56 dorsal interosseous muscle. رقم 56 dorsal interosseous muscle. dorsal interosseous muscle. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للستركشر تانيات وصلنا في رقم 57. رقم 57 اللي هو حتعتبر هنا ايش رقم 5 او اخر لمبر فيرتبرا. رقم 5 لمبر فيرتبرا اللي هو رقم 57. رقم 57 5th لمبر فيرتبرا. رقم 58 انتر فيرتبرا ديسك اللي هو فايبر كارتليج انتر فيرتيبرا ديسك. رقم 58 انتر فيرتيبرا ديسك. رقم 59 اللي هو الهيب بون. 59 هذا كله ايش الهيب بون. رقم 59 هذا كله الهيب بون. رقم 59. رقم 60 انجوينال ليجامنت جاي من انتيريور، هذا انتيريور اسبكت حيكون في ايش رقم 60 انجوينال ليجامنت. رقم 60 انجوينال ليجامنت. رقم 61 انتر بيوبيك ديسك اللي هو ايش السيمسس بيوبس او الانتر بيوبيك ديسك. رقم 61 يعتبر ايضا فايبر كارتليج. رقم 52 رقم 62 اللي هو الساكروم كله. رقم 52 ساكروم. 52 ساكرو. رقم 53 كوكسيكوس. 63 كوكسيكوس. 63 كوكسيكوس. رقم 64 اسمه ساكرو سباينوس ليجامنت. ساكرو سباينوس ليجامنت جاي ما بين الساكروم وما بين سباين اوف ايش البيوبس اسمه ايش ساكرو سباينوس ليجامنت. ما بين ايش ما بين الكوكسيكوس وما بين ايش الاسكيل سباين. 54 قلنا ساكرو سباينس ليجمنت. رقم 55 بالتالي من بوستيريور حتلقى ايش هذه التيوبركل اسكيل تيوبركل ما بينها ايش وما بين الكوكسيكوس اسمها ساكرو تيوبرس ليجمنت. ساكرو تيوبرس ليجمنت 65 ساكرو تيوبرس ليجمنت. رقم 66 greater trochanter of femur. رقم 66 greater trochanter of femur هتبان لك من جهة البوستيريور هنا هتبان لك ايش ال greater trochanter of femur. رقم 66 greater trochanter of femur. رقم 66 رقم 66 رقم 67 الباتيلا. رقم 67 رقم 67 باتيلا. 67 باتيلا. رقم 68 من قدام من anterior حيكون لك ايش الباتيلاري ليجامنت. باتيلاري ليجامنت. باتيلاري ليجامنت 68. رقم 69 حيكون الفيبولار هيد.
بالنسبة لعظمة الفيبولا حتكون جهة ديما ايش؟ اللاترال. ديما عظمة الفيبولا حتكون جهة اللاترال، وبالنسبة لعظمة التيبيا حتكون جهة الميديال او واخذة حتى الانتيريور كلها. بالنسبة اما عظمة الفيبولا حتكون صغيرة بكل جي جهة اللاترال، فاللاترال هيد يعني حيكون شنو بيكون؟ حيكون رقم 69 فيبرال هيد. فيبرال هيد. رقم 70 اسمها بوبليتيال فوصة. بليت الفصة حتكون شكلها دايموند شيب، حتكون شكلها دايموند شيب، هذه اسمها بليت الفصة كلها. رقم 70 بليت الفصة. رقم 71 ميديا كوندايل اوف فيمر. رقم 71 ميديا كوندايل اوف فيمر. طبعا ميديا كوندايل جهة الميديا الاسبق جهة البيج تو. المهم ميديا كوندايل اوف فيمر جهة الميديا أسبكت والبكتو الجي ايش ميديا كوندايل اوف فيمر. بالنسبة 72 الجهة الثانية حتكون ايش؟ لاترال كوندايل اوف فيمر. 72 لاترال كوندايل اوف فيمر. 72 رقم 73 اوبليك بوبليتيال ليجامنت. 73 اوبليك بوبليتيال ليجامنت جهة البوستيريور هيكون 73 اوبليك بليتيال ليجامنت. اوبليك بليتيال ليجامنت. بالنسبه للانتيريور حتكون هذا ايش؟ الشافت اوف تيبيا. رقم 74 تيبيا، الشافت اوف تيبيا رقم 74. رقم 75 حتكون ما بين التيبيا والفيبرا في انتر اوسس ميمبرين. رقم 75 اسمه كورورال انتر اوسس ميمبرين. 75 كورورال انتر اوسس ميمبرين. 75 كورورال انتر اوسس ميمبرين. 76 ميديال مالوس اوف ميديال مالوس. بالنسبة هذا الميديال اسبكت حتكون فيها ايش؟ ميديال مالوس. 76 الميديال مالوس. 76 77 حتكون من جهة اللاترال اسبكت، حتكون 77 اللاترال مالوس. اللاترال مالوس. رقم 78 انفيريور اكستنسور ريتيناكليوم. بما ان هي حتكون اكستنسور حتكون جهة ايش؟ الانتيريور اسبكت. حتكون 78 inferior extensor retinaculum. 78 extensor وتعتبر inferior فسمونها inferior extensor retinaculum. 78 رقم 79 flexor retinaculum. رقم 79 flexor retinaculum حتكون من جهة ايش؟ الميديا تقريبا يعني نوعا ما جهة حتكون ايش؟ 79 هذا كله حتكون اللي هو ايش؟ فليكسر ريتيناكليوم. فليكسر ريتيناكليوم. رقم 80 اسمه سوبيريور برينيال ريتيناكليوم. رقم 80 حتكون سوبيريور برينيال ريتيناكليوم. رقم 80 سوبيريور برينيال ريتيناكليوم. وبعدين عندنا 81 عظمة كبيرة اسمها ايش؟ الكالكينيوس مصل. الكالكينيوس بون. 81 كالكينيوس بون. بعدين عندنا رقم 82 عندنا تيبرستي اوف فيفت ميتاتارسال بون. رقم 82 تيبرستي اوف فيفت ميتاتارسال بون. diversity of رقم 5 of tarsal bone لأن هذا جهة ايش؟ little toe فيعتبر رقم 5 اسمها ايش؟ fifth metatarsal bone. بعدين عندك dorsal digitorum abonerosus. بالنسبة للدورسال بهاي عندك dorsal digitorum abonerosus. dorsal abonerosus جاي من جهة الدورسال of foot سمينا dorsal aponeurosis أو dorsal digital aponeurosis. وهكذا تم والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للجزء الثالث من اللور ليمب، عندنا هذا اللور ليمب، هذه من جهة الانتيريور اسبكت، هذه جهة ميديال اسبكت، وهذه لاترال اسبكت. أول ما يبدو بالنسبة للأرتريات والنيرف، هيبدو الأرتريات والنيرف هيبدو ينقسموا من بلبس. هيبدو بالأرقام، أول شيء رقم 84 اللي هو common iliac artery، رقم 84 common iliac artery، و85 common iliac vein، common iliac artery common iliac vein. بعدين عندنا رقم 86 اللي هو lumbosacral trunk. lumbosacral trunk في عندنا lumbar plexus وعندنا sacral plexus، يشتركوا فيما بينهم عن طريق lumbosacral trunk، رقم 86. 87 أول ما يخش الكومن إلياك هيعطي external إلياك ويعطي internal إلياك، رقم 87 internal إلياك artery، 87 external إلياك artery، 87 external إلياك artery، 88 external إلياك vein، 88 external إلياك vein، 89 internal إلياك artery، internal إلياك artery، رقم 90 sacral plexus، 90 sacral plexus، رقم 91 obturator artery، obturator artery اللي طالع من internal iliac artery ويدخل في ايش obturator foramen، اسمه obturator artery، وجنبه بالضبط اسمه 92، رقم 92 obturator nerve اللي هو جاي من lumbar plexus، 92 obturator nerve، 93 رقم 93 femoral nerve، رقم 93 femoral nerve جاي من وين؟ من lumbar plexus، رقم 93 femoral nerve تحت الانجوانال ليجمنت. يدخل بالنسبة للارتري أول ما يكون external iliac artery تحت الميد اوف اجواين، ميد بوينت اوف اجواين ليجمنت، يولي ايش؟ يولي femoral artery، رقم 94 اصبح ايش؟ femoral artery، ورقم 95 femoral vein، 95 femoral vein، رقم 96 بالنسبه هذا قاعدين احنا في الانتيريور. لو نقوم التالي بالنسبه للبوستيريور، اكبر نير في الجسم تلقاه كبير منظرة، رقم 96 اسمه sciatic nerve، 96 sciatic nerve، والsciatic nerve طالع من sacral plexus، sciatic nerve 96، رقم 97 posterior femoral cutaneous artery، 97 هو اللي هو posterior cutaneous، posterior femoral cutaneous nerve، posterior femoral cutaneous nerve رقم 97. عندنا هذا posterior cutaneous femoral nerve طالع من sacral plexus، اما بالنسبه للfemoral nerve نفسه طالع من lumbar plexus، رقم 90 femoral nerve طالع من lumbar plexus، لكن posterior femoral cutaneous nerve طالع من sacral plexus. 98 inferior gluteal artery، 98 inferior gluteal artery، 98 رقم 98 inferior gluteal nerve، inferior gluteal nerve، inferior gluteal nerve، 98 inferior gluteal nerve، 99 inferior gluteal artery، رقم 100 internal pudendal artery، رقم 100 هذا بالنسبة للartery حاجة صغيرة بكل هني باين زوز artery ونerve، بيدندن نيرف وانترنال بيدندن ارتري، بيدندن نيرف وانترنال بيدندن ارتري، 99 رقم 100 رقم 101 تمام. نقول له الانتيرير اسبيكت، كان هنا قلنا احنا تحت الميد اوف ميد بوينت في الانجوين ليجمنت اصبح الاكسترنال الياك اصبح فيمورال ارتري، اكسترنال الياك فيمورال ارتري يمشي قدام حتى يدخل في الادكتور هياتس ويصبح بوبليتيال ارتري، رقم 102 بوبليتيال ارتري،
102 بليتي ارتي. رقم مي ورقم 103 بليتي الفين، بليتي الفين، بليتي الارتي بليتي الفين. بالنسبة للبليتي الارتري اصبحنا الان ايش في البوستيريور اسبكت اوف هيومر، وبعدين يمشي في البليتي الفصة، وبعدها حيمشي ايش في الليج. اول ما يصبح في الليج اللي هو البرانش الكبير متاع 105 اسمه تيبيال ارتري، او رقم 5 اسمه بوستيريور تيبيال ارتري، بوستيريور تيبيال ارتري رقم 5 105 بوستيريور تيبيال ارتري. رقم 104 السياتيك نيرف اللي هو نازل من اللوطة، يعطي البرانش الكبير متاع اسمه ايش رقم 104 تيبيال نيرف، تيبيال نيرف 104 تيبيال نيرف. رقم 106 ديب فيبرال نيرف، رقم 106 ديب فيبرال نيرف، 106 ديب فيبرال نيرف، 106 ديب فيبرال نيرف. رقم 107 انتيريور تيبيال ارتري، 107 انتيريور تيبيال ارتري، 107 انتيريور تيبيال ارتري. يكمل قدام انتيريور تيبيال ارتري ويصبح في الاخير اللي هو جهة التندون متاع الفليكسور تاع اكستنسور هالشز لونجوس، حيكون ايش حيصبح شنو، حيصبح دورسالس بيدس ارتري، دورسالس بيدس ارتري رقم 108 دورسالس بيدس ارتري. بالنسبة للانتيريور تيبيال نيرف حينقسم، حيعطي ايش، حيعطي ميديال برانش اوف فيبرال نيرف، ميديال برانش اوف ديب فيبرال نيرف برينيال نيرف. رقم 109 رقم 109 برانش اوف ديب فيبرال نيرف، ميديال برانش اوف ديب فيبرال نيرف رقم 109. رقم 110 سوبرفيشال برانش اوف ميديال بلانتر ارتري، بالنسبة 110 سوبرفيشال برانش اوف ميديال بلانتر ارتري رقم 110. رقم 110 سوبرفيشال برانش اوف ميديال بلانتر ارتري، سوبرفيشال برانش اوف ميديال بلانتر ارتري. وبعدين عندك دي برانش اوف ميديال بلانتر ارتري رقم 111 دي برانش، السوبرفيشال برانش يعطي 2 ديب برانش اوف اللي هو السوبرفيشال بلانتر ارتري اوف ميديال بلانتر ارتري، دي برانش اوف ميديال بلانتر ارتري، دي برانش اوف ميديال بلانتر ارتري. بعدين عندك الميديال بلانتر نيرف، اول من نحو هذا تلقاها 112 ديب اللي هو ايش ديب برانش اوف ميديال بلانتر او الميديال بلانتر نيرف، ميديال بلانتر نيرف 112 ميديال بلانتر نيرف 12 ميديال بلانتر نيرف. وفي ايش لاترال بلانتر ارتري 113 لاترال بلانتر ارتري 113 lateral plantar artery 114 lateral plantar nerve 114 lateral plantar nerve. رقم 115 deep plantar arch 115 deep plantar arch 115 deep plantar arch. رقم 15 ديب بلانتر ارش. وبعدين حنجي ايش 115 ديب بلانتر ارش. 116 هو كوما بلانتر ديجيتال نيرف، الكوما بلانتر ديجيتال نيرف يعطي في الاخير ايش 2 بروبر بلانتر ديجيتال نيرفز كومن
يعطي 2 بروبر. 116 كومون برانت ديجيتال نيرف. 117 حيكون 116. 117 حيكون الميديال او البروبر برانتر ديجيتال نيرف. 118 بروبر برانتر ديجيتال بالنسبة لل 118 حيكون بروبر. 116 حيكون كومون، 118 حيكون بروبر. في الكوما بلانتر ديجيتال ارتريز، كوما بلانتر ديجيتال ارتري، كوما بروبر ديجيتال ارتري، يوم هنا حيعطي ايش؟ تو بروبر. الكوما يعطي ايش؟ زوز بروبر ديجيتال ارتري اللي هو هذا من الاول. الكومن بلانتر ديجيتال ارتري حيعطي بروبر زوز بروبر بلانتر ديجيتال ارتري. وهكذا والحمد لله تم الورلينج. خل اول شيء نديروا مراجعه على الارتريات والنيرفات من الاول للاخير. بالنسبه للانترنال اليك ارتري، انترنال اليك فين، حيعطي كومن اليك ارتري حيعطي ايش؟ انترنال إليك آرتري يعطي إكسترنال إليك آرتري. في الميد بوينت أوف إنجوينال ليجامنت بالضبط حيتحول، إلى إيش؟ إلى كوم، إلى كومن إليك، إلى فيمورال آرتري وفيمورال فين. حيمشي حيطلع من أدكتور هيتوس حيتحول إلى إيش؟ بوبليتيال آرتري وبيتال فين، بيتال آرتري وبيتال فين. في ايش؟ بالنسبة للبوبليتا الفصة، بوبليتا الفصة اللي هي جيكي هتكون فيها ايش؟ بوبليتا الارتري بوبليتا فين. هيمشي اللي هو ايش؟ بوبليتا الارتري هيعطي البرانش الاساسي بتاعها اللي هو ايش؟ بوستيريور تيبيال ارتري، بوستيريور تيبيال ارتري هو البرانش الكبير بتاعها. هيعطي ايضا انتيريور تيبيال ارتري، انتيريور تيبيال ارتري برانش صغير يعتبر نوعا ما، ويمشي في القدام يكون ايش؟ اللي هو ايش؟ دورسال سبيس ارتري، دورسال سبيس ارتري اللي هو الانتيرور تيبيال، حيكون في الاخير اللي هو ايش؟ دورسال سبيس ارتري. اما البوستيرور تيبيال ارتري حيمشي في الاخير هنا، حيعطي ايش؟ ميديا بلانتر وليترال بلانتر، وكل واحد منهم حيعطي كومن، وفي الاخير حيعطوا ايش؟ زوز بروبر كومن إليك آرتري. حيمشي حيعطي إيش؟ ميديا بلانتر ولاترال بلانتر، وكل واحد حيعطي في الأخير الكومن، وكل كومن حيعطي في الأخير بروبر. بالنسبة للنيرفز، هذا السيتك نيرف كبير، السيتك نيرف الكبير حيمشي جهة من جهة البوستيريور، حيمشي تالي حيعطي إيش؟ تيبيال نيرف. أول ما يعطي تيبيال نيرف ويمشي بالنسبة يعطي يمشي في الأخير للفوت، هيعطي إيش؟ ميديال ميديال بلانتر ولاترال بلانتر اللي هو التيبيال نيرف طبعا. ويعطي أيضا اسمه كومبرينيال نيرف، الكومبرينيال نيرف اللي حيمشي وحيعطينا اللي هو النيرف اللي هو اسمه حيمشي يعطي من قدام اللي هو النيرف اسمها ديب فيبرال نيرف او ديب برونيال، الكومن برونيال اللي هو طالع من هنا حيعطي ايش؟ ديب برونيال اللي هو في الاخير حيمشي بكومن الى ايش؟ الميدا اسبكت. وهكذا الحمد لله تمت الدورة.